الحمد لله رب الأرض والسماء، سميع الدعاء، كاشف الضر والبلاء. أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام الحنفاء. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد، فيا عباد الله، نواصل معكم أيها الإخوة حديثنا عن قصص القرآن. فقد كان حديثنا في الجمعة الماضية عن قصة أيوب عليه السلام، أيوب المعروف بصبره لما ابتلاه المولى بمحن وابتلاءات شديدة قد لا يصبر عليها الإنسان العادي. واخترنا لكم في هذه الجمعة قصة نبي آخر من أنبياء الله عز وجل لنعيش مع هذه القصة ونأخذ منها العبرة والعظة. عباد الله، قصتنا لهذه الجمعة هي قصة نبي الله لوط عليه السلام. وسيدنا لوط هو نبي، وهو ابن أخ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عمه، عم لوط. قصة لوط عليه السلام مع قومه في قرى قوم لوط، ثم مجموعة من القرى تتسمى قرى قوم لوط، منها مما ذكر قرية سدوم وقرية عمورة. وهذه القرى توجد ما بين الأردن وفلسطين، تلك البقعة أو الحد الفاصل بين دولة الأردن ودولة فلسطين، هناك كانت توجد هذه القرى. وأهل سدوم هؤلاء هم الذين ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم. قرية سدوم هذه ابتكروا فاحشة أول مرة تقع في التاريخ، من حين خلق آدم لم يرتكب هذه الفاحشة أحد، فأول من ارتكبها هم قوم سدوم. هذه الفاحشة هي فاحشة اللواط، واللواط هو إتيان الذكران من العالمين، أجارنا الله وإياكم منها ومن أهلها. وربما لسائل أن يسأل، ما الداعي للكلام في هذا الموضوع؟ أولا هو قصص قرآني، نعرف ما جاء في قرآننا. اثنين، إن في زماننا هذا في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين أناس ينادون بالزواج بين الذكران، زواج المثليين، وهذا حقيقة واقعة ومقننة في أوروبا وفي الدول الغربية. فكم في ممارسة اللواط من وقاحة وانتكاس فطرة. ولما انتشرت هذه العادة الخبيثة بين قوم لوط، دعاهم لوط عليه السلام إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش والمنكرات والأفاعيل المستقبحات. لكنهم لم يرتدعوا ولم ينفع فيهم دعوة نبيهم لوط عليه السلام، فتمادوا في طغيانهم وبقوا على ضلالهم واستمروا في فجورهم وكفرانهم. وعند ذلك لما رأى الله عز وجل منهم ذلك وأنهم لا فائدة معهم ولا نصح لهم ولا فائدة ولا غاية ترجى منهم، أحل بهم المولى من البأس الذي لم يكن في خلدهم وحسبانهم، وجعلهم مثلا للعالمين وعبرة يتعظ بها أولو الألباب من العالمين.
قال سبحانه وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، فاحشة الوهم، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، حتى واحد عملها قبلكم، إنكم لتأتون الرجال شهوة، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. جاوبوه، اش قالوا له؟ لما قال لنا هذا منكر وفاحشة ولا يجوز ولا يليق وهذا مخالف للفطرة، هذا حتى الحيوان ما يعملش بالكل، عمر ما تبقى حيوان يمارس العملية هذه. قال: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذوما ماهوماش منا، ماهوماش تاعنا، هذو خرجوهم من البلاد. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أهله يعني زوج بناته، ربي نجيها لوط وزوج بناته، أما زوجته هلكها ربي لأنها كانت من قوم هذوما، كانت تشجع على الفاحشة. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أيها المسلمون، ولما جاء وعد الله عز وجل وحان وقت الإهلاك، إهلاك هذه الفئة التي ما نفعت معها الدعوة، أرسل الله عز وجل 3 من ملائكته إلى قوم لوط. ربي أرسل 3 ملائكة، شكونهم؟ أولهم جبرائيل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، 3 من الملائكة المقربين أرسلهم ربي، وقد أتوا في صورة شبان الحزام. ما جاوش على هيئة ملائكة، جاوا في صورة إنسان كيف نحن، لكنهم شبان صغار وعندهم من الجمال، عندهم مسحة من الجمال. شوف الابتلاء من ربي، لأن هما يشتهون الرجال ويبحثون عن الرجل ربما الأجمل، فالله بعث لهم هذه الملائكة 3 فتنة لهم. وسنرى ذلك. وقد أتوا في صور شبان الحزام اختبارا من الله لقوم لوط. وصلت الملائكة إلى لوط عليه السلام، أول ما مشاو مشاو سيدنا لوط وهو يعمل في أرض له، فقالوا: يا لوط إنا ضيوفك الليلة. قالوا له: احنا ملائكة. قالوا: احنا ناس نحب نضيف عندك. وكان من المعروف الكرم عند الإنسان العربي والشهم والمسلم والمؤمن أنه لما يجي إنسان عابر سبيل يقول لك أنا نحب ضيفك، الضيف من غير ما تسأل عليه شكونه، وتوكله وتطعمه وتكرمه. قالوا: إنا ضيوفك الليلة. وهو لا يعلم أنهم ملائكة لأنهم جاءوا على صور بشر. لكن لوط عليه السلام تضايق أشد الضيق. سيدنا لوط قلق لما قالوا نحن ضيوفك، زعما ما يحبش ضيوفه، ما يحبش يكرمهم، لا، لأنه خايف عليهم، لأنه يعرف القوم بتاعه في الساد ويبحثوا على الشيء هذا. وهو لا يعني إذن تضايق أشد الضيق، وذلك لأنهم كانوا لسان الوجوه وخاف عليهم من اعتداء قومه عليهم. نعم، كانوا يفعلون الفاحشة هكذا. قال الله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. اش باش نعمل يا ربي انا في العمل هذا؟ هذو ناس ضياف جاوا يستجيبوا بي، يحبوا يضيفوا عندي، وهذو عندهم من الجمال، وانا يا ربي نعرف قومي، اش باش نعمل يا ربي؟ لغتنا شنية هالوحلة اللي حتى يا ربي؟ قال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد. فماذا يفعل؟ وواجب الضيافة يحتم عليه أن يحميه من كل أذى، هو يلزم يضيفهم ويلزم يحميهم. فانطلق بهم عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فلما بصرت بهم زوجة لوط عليه السلام، وقلنا زوجته كانت زوجة فاسدة تشجع على الفساد وعلى المنكر، كانت تتابع القوم، لما رأت الشبان وما عندهم من الجمال مش عملت، وكانت امرأة سيئة على أخلاق قومها، ذهبت وأخبرت القوم، نشرت الخبر في المدينة في القرية، فانتشر الخبر
على أنه قد نزل رجال حسان ضيوفا على لوط، فأسرع القوم إلى بيت لوط وتجمهروا حول البيت يبتغون الفاحشة في ضيوفه. شهيد حب الفاحشة. قال تعالى: وجاءه قومه يهرعون، اجرعوا، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، معروفين بالفاحشة، وجايين يحبوا يمارسوها تروا بعض، ضيفان سيدنا لوط. عند ذلك راح لوط عليه السلام يمانع قومه ويدافع، والباب مغلق، باب الدار بتاعه مسكر، هو يدفع من داخل وما يدفع من برا، يحبوا يحلوا الباب، وهم يريدون فتحه وخروجه. قال تعالى: أرش قال سيدنا لوط، قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قال لهم البنات، وهنا بناتي، قال بناتي، مش مقصودين بناتي هو المسؤول، لا، بنات القرية من المسلمين والمسلمات، نعم، لأن النبي كل أبناء القرية أو بنات القرية هم أبناءه وبناته، أليس منكم رجل رشيد؟ ما تحشمونيش مع ضيفاني. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. ما حشتش من ساء، احنا نحب الأولاد هذوك. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا ربي لو كان عندي قدرة، ولا شكون يعاوني، ولا شكون يوقف معايا، خليني نعطيه مطريحة هذوما بنوتنا. عندها الملائكة توا أكشف بين الثلاثة، سيدنا لوط مازال ما يعرفش هما ملائكة، قاعدين في البيت، لما شافوا الوضع هذا وأن لوط قد استنفذ كل طاقته، عندها قالت الملائكة، قال الله تعالى، مش قالوا الملائكة، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. بعد رحنا ملائكة وجينا مرسلين من الله باش نعذبوا هالقرية هذه، ما تخافش لن يصلوا إليك. عندها علم لوط أنه في حضرة الملائكة وأن ركنه شديد، أصبح عنده دعم وعنده شكون يدعمه وشكون يدفع عليه، نعم، وأن ركنه شديد فاطمأنت نفسه وذهب عنه القلق. وقام جبريل عليه السلام، وقت قام سيدنا جبريل ففتح الباب وضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه، حرك الجناح بتاعه، سيدنا جبريل عنده 600 جناح، حرك جناحه فخفق هكا ضربة خفيفة فأعمى أعينهم، طمست أعينهم، وقيل أن أعينهم غارت، لم تعد موجودة عيون في وجوههم. قال تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي وانظر. ويبدو أن لوطا سأل الملائكة استعجال العذاب، سيدنا لوط قال عجل بالعذاب، لأنه توا الوقت هو ليل، لأنه عاد من البيت في الليل، فطلب منهم أن يعجلوا العذاب وأن يعجل لهم العذاب في حينها. فأجابوه بقوله تعالى، قالت الملائكة: فأسر بأهلك بقطع من الليل، يا لوط اخرج في هالليلة والأهل بتاعك، أهلك يعني بناتك والمؤمنين معه، بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، ما تتلفتوش لما تمشيو، حتى واحد ما يتلفت للوراء، ما تتلفتوش للقرية، ديما انظر أمامك، لأنه من يلتفت يصيبه ما يصيب القوم. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ موعدهم الصبح العذاب، أنت أخرج بالليل واتركهم، بلى إنه قريب والله، ووعد الله حق لا ريب فيه، وكل شيء عنده بمقدار، ولن يتأخر موعد هلاكهم أو يتقدم لحظة واحدة. وقد حدده الله من قبل أن يكون عند شروق الشمس. فخرج لوط عليه السلام من القرية الظالم أهلها ومعه أبناؤه أي بنتان ومن المؤمنين، أما زوجته فكانت من الهالكين. خرج لوط في جنح الليل وترك وراءه المال والمتاع
ولم يلتفتوا أو يندموا على ما حل بقومهم. قال تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. وجاء وعد الله وحان وقت العذاب. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. يقال أن قرية القرى هذه كانت فيها مباني في الأسفل ومباني في الأعلى، كانت عندهم مباني وكان عندهم شيء، وكان يقال أن هذه القرى هذه فيها تقريبا حوالي 4000 بشر. فسيدنا جبريل سوف يقلب هذه القرية الأسفل إلى الأعلى والأعلى إلى الأسفل. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، حجارة مطبوخة في نار جهنم ومكتوب على كل حجارة اسم من ستصيبه لتقتله، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وخلال ثوان معدودات جاءت الصيحة ورفع جبريل القرية كلها والقرى كلها على جناحه وارتفع بها عاليا حتى أصبح أهل السماء الدنيا الملائكة في السماء الأولى الدنيا أصبحوا يسمعون نباح كلاب القرية وصياح ديكة القرية، يعني سيدنا جبريل رفعها حتى قاربت السماء. ثم تركها تسقط تلك القرية على مكانها. وبعد ذلك بعد أن سقطت القرية أرسل جل وعلا مطرا من حجارة صلبة فأهلك القوم كلهم جزاء الوفاقة. حجارة تشتعل كما هكذا تشوفوا في التلفاز، هكذا الحمام اللي تخرج من البركان الحمراء النار تشعل حجارة يشعل، كذلك أنزل الله عليهم حجارة تحرق وتفسد كل شيء في ذلك المكان. وجعل الله مكان تلك البلاد بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بما حولها من الأراضي، وهي التي تعرف اليوم بالبحر الميت، يعني البحر الميت موجود وهي كانت موجودة قرية لوط. ويرى بعض العلماء أن البحر الميت لم يكن موجودا قبل هذا الحادث، وإنما حدث من ذلك الزلزال الذي جعل عالي البلاد أسفلها وصارت أخفض من سطح البحر بنحو 400 متر. هذا البحر الميت والبقعة هذيك هي أخفض بقعة في الكرة الأرضية، ثم مرتفعات وهم وسطات ومنخفضة، 400 متر على مستوى البحار الأخرى الموجودة في الكرة الأرضية، وصارت أخفض من سطح البحر بنحو 400 متر. وفي ذلك يا عباد الله آية على قدرة الله وعظمته وعزته وانتقامه ممن خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه. إن ديار قوم لوط يا عباد الله ليست ببعيدة، وستبقى بحيرة قوم لوط عبرة للظالمين أينما وجدوا وحيثما كانوا. وهناك العديد من الأبحاث، أبحاث الآثار والجيولوجيا، بحثوا وغاصوا حتى في هذا البحر الميت ووجدوا آثار هذه القرية ومسكنها. وهناك عدة يعني مشاهد يمكن أن تطلعوا عليها في العديد من الأماكن. وإن من أبشع أنواع الحماقة أيها الإخوة أن يغفل الناس عن قدرة الله عز وجل وشدة بطشه ويركنوا إلى حولهم وقوتهم. وعلينا يا عباد الله أن نتذكر أن الله شلت قدرته الذي أهلك قوم لوط في ثوان معدودات قادر على إهلاك وتمزيق كل مجتمع في كل زمان ومكان، في زماننا هذا أو قبله أو بعده، لا يهتدي كل مجتمع لا يهتدي بهديه مهما قويت شوكتهم وكثر عددهم وتزايد بطشهم. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ولا حول ولا قوة إلا بالله.